شنو غادي ندير؟ غادي نجي اون سكوند، وهنا فين غيطيحوا، هنا فين غيطيحوا الناس في الاخطاء بزاف. كاين اللي غادي يجي غادي يعاود ليا، هي صحيح غادي يعاود الميم، يعني ميم دي فورماسيون غادي يعاودها، ولكن غيطيح في الخطا. فاش غيطيح في الخطا؟ في الخطا لقد وقعت، لقد وقعت في الفخ، انه فخ يا جورجيه. فين غيطيح في الخطا؟ في الماركر الخضر ما كاينش، ماشي مشكل. فين غيطيح في الخطا؟ غادي يجي وغادي يرسم بحال هكا، غادي يجي غيرسم نفس هي اون سكوند، غادي يجي غيرسمها قبل منها، وهذا خطا فظيع. كيقولوا ويك ويك الحق. علاش؟ علاش خطا فظيع؟ باش تفهم علاش خطا فظيع. انا نقولك علاش خطا فظيع. انا عندي انا لون، شحال استغرقات باش توصل، شحال استغرقات باش توصل ليا لو بوان ام؟ استغرقات اون سكوند، استغرقات اون سكوند، يعني قبل من اون سكوند باقا ما وصلتش. فاش كنجي انا لهاد البلاصه هادي شنو كنلقى؟ كنلقى انا في التيكت تساوي زيرو، وانا غادي 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 غادي. شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى ان بلي فهاد 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 اون سكوند، فهاد اون سكوند هاد التشوه هذا، يعني انا يعني انا لو بوان ام سمزيت، يعني انا لو بوان ام بدات لو موفمون ديالها في 0.75 سكوند وسالاته في اون سكوند. راه هادشي شنو كيعني هاد لو غراف هذا؟ راه ماشي بحال الشكل ديال الاخر، راه فرق كبير عندنا ما بين ما بين هذا اللي كيكون هنا عندك مدرج بالمسافه، وهنا مدرج هنا كيكون عندك الاستطاله. فرق كبير ما بين هذا وهذا، سمع مزيان، فرق كبير بزاف. هذا كيعني باللي المسافه اللي غتقطع ليا لوند باش توصل لواحد لو بوان مثلا، مثلا دابا عندي تشوه من هنايا لهنايا، هي المسافه اللي قطعت باش يلا توصل ليها. اما هنايا لا، هنايا شنو كنفهموا؟ كنفهموا باللي هذا هو لو ديبي ديال، سمع مزيان، فاش غتوصل ليا لوند لو بوان ام غادي تطلع وتعاود تهبط على ما يدوزها هاد التشوه. هاد هاد لو غراف كيعني هنايا هذا هو لو ديبي ديال لو موفمون دو ام، هذا هو بدايه الحركه ديال ام، وهذا كيتسمى النهايه الحركه ديال ام. اذا فرق كبير ما بين هذا وما بين هذا، مزيان. دونك انا باش نرسم، باش نرسم الاستطاله ديالها شنو خاصني نجي ندير؟ غادي نجي نرسمها من موراها. اش خاصني من موراها؟ انا ديما اللوراني ديال فاش تكون عندك هنا الزمن، هذا اللور هذا هو البدايه ديال 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 التحنقيزه ديال الاستطاله، وهذا كيتسمى هو النهايه نتاع الاستطاله. صافي مزيان، حنا غنشوفوا علاش، حنا غنشوفوا علاش. غادي نجي لهاد البلاصه هادي، غادي نجي لهاد البلاصه باش نرسم الكراف صحيح. انا عندي اون سكوند باش يلا توصل ليها، وبالتالي انا بحكم انني عارف باللي في الحاله نتاع كيكون عندك هنا الزمن، في الحاله نتاع هنا كيكون عندك الزمن، كتكون البدايه ديالها ماشي هو الفخون ديالها، ماشي هو الجبهه، ماشي هو هذا، الا كتكون البدايه هي المؤخره ديالها. وبالتالي غادي نجي هنايا وغادي ندير بحال هكا، وغادي نرسم نفس 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 لو غراف غادي نرسمو هنايا، وبالتالي هادي غادي تصير في اون سكوند يلا لو بوان ام بدات الحركه ديالها. وغادي نشوفو علاش. دابا انا هضرت مع الناس اللي باغيين غير يعرفوا، دابا غنعرفوا علاش. تبع معايا باش نعرفوا علاش. عافاك واحد لو بوان بغيت تركز عليه قبل ما نشوفو علاش، واحد لو بوان بغيت تركز عليه. انا غناخذ هنا اكسبري واحد لا ديفورماسيون اللي فيها واحد الشكل ماشي سيميتريك، عاد تفكرتها باش بقاش بزاف ديال الناس يفهموني خطا. غادي نجي هنا مثلا بحال هكا، غادي ندير لها ندير لها بحال هكا بحال هكا، هذه طويله بزاف وهذه قصيره. صافي دونك ماشي ماشي مثلث ايزوسيل، سمع معايا مزيان، غادي يكون داير بحال هكا. هذه هي لا ديفورماسيون ديالها، هنايا هنايا صغيره. صافي فاش غادي نجي هنا قلنا رسموها، انتبه مزيان. مثلا حنا غنفترضوا بلي في هذا المكان هذا، مثلا في هذا المكان عندي 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 تقريبا مثلا ان كارو بحال 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 بحال، انتبه مزيان شنو غنمشي ندير. ما غاديش نرسم خوه، ما غاديش نرسم خوه هذا، ما غاديش نرسمو خوه، لا غادي نرسموه معكوس. كيف زعما معكوس؟ هاد لا ديوغي هادي حنا غنشوفو علاش، كلشي غنشرحو لكم علاش. انا كنعطي دابا غير باش ديباني، من مورا غنعرفو علاش. هاد 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 لا ديستونس هادي هي اللي غادي نرسمها ابخي اون سكوند بحال هكا، متفقين؟ وغادي نجي نرسم هنايا الاستطالة ديالنا بحال هكا، ومن موراها عاد نطلق هاد الضلع هذا. يعني انا غادي يجيني بحال هكا، نتبع معايا مزيان، غادي يجيني بحال هكا بحال هكا، غيجيني العكس ديال هذا. وحنا غنشوفو علاش. واش فهمتيني شنو قلت؟ كنرمزوه معكوس، كنرسموه معكوس. مثلا مثلا بحال دابا كان عندك بحال هاد الشكل هذا، مثلا بحال كان عندك بحال هاد الشكل بحال هكا، كي غادي نرسمو هنايا، نتبع مزيان كي غادي ندير. غادي نبدا في الصغير هو الاول، غادي نبدا في الصغير هو الاول، وعاد نمشي للكبير، وحنا غنشوفو علاش. صافي سير معايا غير خطوة بخطوة باش تفهمني، يلاه تبع معايا الله يجازيك بخير. حنايا دابا الناس اللي باغيين يفهمو علاش،
دابا انا عندي في ان سكوند دون ديالها وصلت الان صافي مزيان غادي نجي يعني ابري مثلا مثلا ابري ان سكوند مثلا عندي هنايا 1 فاصلة مثلا عندي 1 فاصلة تي كتساوي 1 فاصلة مثلا 25 سكوند مثلا واش غادي تكون لو بوين ام عندي فهاد لا بوزيسيون هادي لا لو بوين ام غادي تكون لون دخلات عندها وبالتالي غادي تكون دايره بحال هكا ما غاديش تكون عندي في لا ميم في لا ميم بوزيسيون غتكون لون دايره بحال هكا بحال هكا بحال هكا دونك انا لو بوين ام هي فين عندي فهاد البلاصه دونك دابا انت معايا مزيان هنايا انا عندي في 1.25 شوف هنا الاستطاله ديال ام شحال كتساوي شحال الاستطاله ديال ام الاستطاله ديال ام ماشي هي ايغريك دو اس باقا عاد غتبداها دونك هنا الاستطاله ديال ام انت بلي عندي فهاد لا بوزيسيون هادي عندي ايغريك دو ام ما عندهاش واحد التجبيده كتساوي ليا زيرو باقا ما صافي باقا ما ارتفعتش يا لا غترتفع باقا ما ارتفعتش ولكن هنايا شحال ايغريك دو ام ايغريك دو ام عندها واحد لا فالور عقل على هادي عقل على هادي غنحتاجوها صافي مثلا عاوتاني واحد شويه غادي ناخذ البيك غادي نجي هنايا بحال هكا دونك انا عندي طف 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 دونك هنايا بحال هكا غتكون عندي هنايا لو بوين غتكون عندي هنايا لو بوين ان مثلا في البيك بحال هكا دونك انتبه هنايا شحال هي الاستطالة ديالها غتكون هي الماكس ايكغيك ما ايكغيك دو ان هي الماكس هي الماكس صافي هنا غتكون عندك واحد الدوغي اللي كتساوي مثلا واحد فاصلة مثلا 30 على سبيل المثال 30 سكوند غادي نجي للمؤخره ديالها انت مزيان حيت هادشي غنحتاجوه هادشي غنحتاجوه مزيان باش تفهمني غادي نجي نحتاجوه مزيان بحال هكا بحال هكا وغادي نجي غناخذ الاخير تاع الايكغيك دو ان هنا واش بقى عندها استطاله ما بقاتش عندها استطاله ولات عاوتاني لتحت ولات عندي لتحت ايكغيك دو ان ولات عندي بحال الديبا بحال الديبا وهنا غادي تكون لا دوغي ديالنا مثلا 1 على سبيل المثال 35 سكوند مزيان دابا اجد هادشي الغراف ديالنا الاستطاله ديالنا انت معايا باش تفهم انت معايا باش تفهم دونك انا الاستطاله دلالة الزمن هنا كتكون عندك ايكغيك ديال لو بوين ام راه شاك بوين راه شاك بوين عندها استطاله عندي هنايا اون سكوند غادي ندرج هادو مثلا عندي ب 0 غناخذ هنايا مثلا 0.25 0.50 1 سكوند 1.25 1.30 1.35 دونك مثلا معايا مزيان دابا كي غنديرو نرسمو الاستطالة دابا حنا بغينا نرسمو الاستطالة ديال ام غادي نجي نبدا غادي نقول السؤال اللي بدكم دابا انا باغي نرسم دونك باش غنبدا نبدا بهاد لا كيسيون شحال خاصاني لا دوغي ديالنا باش توصل ليا لو بوين ام شحال خاصاني شحال التجول خاصو يقطع ديال الزمن باش يوصل ليا لو بوين ام